السلام عليكم الإخوان وثم الأخوات. المهم نجيو نجلسونا في هاد البلاصة هادي المحطة ديال الطوبيس. بغيت ندير هاد فيديو عاجل يعني صراحة الله. ما تديوش يعني العنوان يعني ما تديش العنوان اللي كاتب يعني بغيت يعني هاد الرسالة باش توصل بزاف ديال الناس. ونتمنى ديروا لي لايك وتبارطاجيوها للإخوان. الهدف الوحيد في العنوان ديال هذا الفيديو هذا باش يوصل بزاف ديال الناس. غنهضروا على خونا سامي دوبرازي وغادي نحط جميع الانفورماسيون ديالو ديال الحساب ديالو البنكي وداك الشيء كامل غنحطو في صندوق الوصف وغنديرو في اول كومونتير. غنحطو في صندوق الوصف وغنديرو في اول كومونتير. المهم نتمنى الناس يعني تدعم هذا السيد هذا. راك انت انا ديجا باغي ندير عليه فيديو شحال هذه فاش يلاه طاح في المشكل. شو قلت كاين بزاف الناس غادي يدعموا فهمتي. قلت انا زعما كنعرف حيت الناس كاين كيعاون بزاف الناس هو يعني عاون بزاف ديال الناس دار خير في الناس وقلت يعني ما غيفوتوش. قلت انا السيد هذا زعما نهار الفيديو الاولاني الناس راه غتوقف معاه وداك الشيء. المهم في الاخر الفيديو ديالو اللايف ديالو الاخراني اليوم ما نكذبش عليكم قطع لي القلب ديالي. داك الشيء اللي شفت ما عجبنيش الحال. شوف خوك المسلم فهاد سميتو واخا يكون عدوك وما تقدرش تعاونو راه الله غالب. اللي ما عندوش راه تنقولوا ما عندوش الله يكون في عوانو. راه ماشي اللي ما عندوش راه ما عندوش ولكن اللي عنده الاقل يشوف داك السيد ويعاونو. راه الدنيا كدور الاخوان يعني راه الدنيا كدور. واللي ما قادرش يعاونو الاقل يعطيه واحد لايك ويبارطاجيه. علاش؟ باش يوصل بزاف ديال الناس. في حاله انت بحال واحد يقول عاونو انت انا درت فيديو. نتمنى الا ما كنتيش تبارطاجي الفيديو ديالي ودير لايك سير القناة ديالو كاع لي لايف اللي دار حط لهم لايك وبارطاجيهم فهمتيني. والناس اللي كتفهم راه غدير لي لايك وتبارطاجي باش يوصل بزاف ديال الناس باش يمكن يعني الناس تساعد هاد السيد هذا. راه محتاج كان يعني عايش لاباس به ما خاصو والو ما خاصو حتى شي حاجه. لا غالب الدنيا دوار الاخوان وكنطيحو الدنيا دوارها وانا براسي ديجا طحت في مشكل حتى انا غير ماشي هو ماشي بحالو. المشكل ديالو هو كبير بزاف على المشكل اللي طحت فيه انايا. انا طحت شي حاجه عاديه والحمد لله الناس وقفت معايا والامور مشات كيف ما بغى الله. دابا بغيت غنعرف نصلحها ونشرح لكم الحاله ديالو. مثلا نقولوا مثلا على حسب تمشي ليه الدار وكان ترس يعني في النيغوسيو ديالو مثلا في داكشي اللي في المشروع اللي كيدير والمشاكل اللي كيعاني وتيبان يعني في وجهه كيبان كلشي. وهذا الشيء غير باش نحط بعض النقط على الحروف. ماشي زعما راه هو راه بقى بلا شغل ينوض يدير فيديو وبقى يقول الناس وقفوا معايا. ترى شوف راه ما هذا الشيء راه الا جيتي تتخمم الا جيتي تفكر هو راه عنده والديها صاحبي. الا جيتي تفكر هو راه عنده خوتو. الا جيتي تفكر هو راه عنده ولاد عائلتو ولاد عمامو ولاد خالتو. الا جيتي تفكر راه عنده صحابو. الا جيتي تفكر راه عنده واحد ديالو وغادي يخرج في اللايف ويبقى يقول لك عاونوني راني تحت راه عندي مشكل. وهادي راه لا يمكن الاخوان راه لا يمكن. هادي انت تخلي الدماغ ديالك انت دير حط راسك في بلاصتو واش تقدر تمشي دير لايفات ودير فيديوهات وبقى تقول لهم انا عندي مشاكل وعندي هادي وعاونوني والله يرحمكم الوالدين بارطاجيو ليا. وهاد انت حط راسك في بلاصتو شوف واش تقدر دير. ما تقدرش غتقول لا انا غادير داكشي غيشوفوا لي والديا غيشوفوا الاصدقاء غيشوفوا العائله غادي يعني غادي نتشوه زعما غنشوه راسي. هذاك الشيء يا اخوان راه ما تيديروا بنادم حتى كيوصل فيه العظم. راه داك الشيء اللي داير مراد يعني عفوا هذاك الشيء اللي دار سامي دوبرازي راه ما داروا حتى وصلت فيه العظم. وعلاش جيت انا بالفم ديال مراد علاش الكلمه ديال مراد خرجت لي من فمي حيت جيت بغيت ندوي يعني بغيت ندخل حتى هو في الموضوع. مثلا كتشوف مراد ما خاصو والو هو اصلا مقودي عليه ولكن الناس كتسيبورتيه. الناس صاحبي كتصيفطو فلوس من امريكا الناس كتصيفطو الناس من اوروبا وغامجلواق وكيدير لايفات والسبان والروينه وهادي والناس كتدعمو امريكان وكتدعمو اوروبا. هو السيد محتاج يعني المعاونه ديالها بصح البلاصه اللي غادي تعاونو فيها هادوك اللي ما يستاهلوش
عاونوا بحال هاد السيده هذا. هاد السيده هذا راه حيد بزاف ديال الناس من تماره. هاد السيده هذا دخل بزاف ديال الناس للدار الدار ديالو كلوا وشربوا. هاد السيده هذا دار بزاف ديال الخير وما كيبينوش. راه بزاف ناس كيعرفوا راه تسمي هذا راه داكشي اللي كاين اللي راه دار الخير اللي دار والله الا كان كيدير الخير ما كيبارطاجيش. وانا كنشهد على الكلمات الحق على داك السيد فهمتوني. الله يرحمكم الوالدين من اللي هو في الاستطاع ديالو يدعمو. راه كنقول لكم لو هذاك راه لو سامي ما عندو داك المشكل راه ما غاديش هاد الحالات تتبان في الصحه ديالو. راه بنادم ما كيبكيش اصاحبي حتى كتوصل فيه العظمه صح. ترى والله الا شوف ترى والله ما يحس بيه هذاك السيد غير اللي طاح في داك نفس المشكل اللي عنده ولا اللي عاش المشاكل ولا عاش في المشاكل واللي غير حس بك السيد. شتي اللي طيح في المشكل ديجا طاح في المشكل ولا طيح فيه حاليا ولا عنده مشاكل ولا عنده معاناة هذاك عاد غيحس بك السيد دابا اللي كيدير عليكم فيديوهات وتيبكي. عيب انا بعدا ما نكذبش عليكم انا راه قلبي قسمو الله يتقسم. انا طحت في مشكل عادي طحت في مشكل عادي في الزناقي في سميتو في الزنقه نعس في الزنقه مشيت كريت اللوطير كريت سميتو الناس وقفات معايا دعمتني كنشكرهم ديما الله يرحمهم الوالدين كاع اللي كان وقف في المحنه ديالي فاش كان طحت المشاكل الله يرحمي الوالدين الله يكبر به. انا بغيت تكون دابا السيد هذا اللي بالاستطاع ديالو اللي بالاستطاع ديالو في سبيل الله عاونو باش ما قد الا انت غتجي تقول لي عاونو انت ولكن تي غتعاونو دير هذا الفيديو دير لي لايك وبارطاج انت عاونتي اولا تخر القناه ديالو دير لي لايك وبارطاجي لي اللايفات ديالو باش توصل ماشي زعما راه باش ياخذ فيهم الفلوس راه باش يوصلوا للناس اللي ربما يقدر يكون في الاستطاع ديالهم يعاونو وربما يعني داك اللايف هذاك البارطاج ديالك داك اللايك ديالك والبارطاج ديالك ربما توصلوا شي ناس اللي في الاستطاعة ديالو يعاونو في سبيل الله. كاين مسكين تمشي له الدار يمشي له كلشي داكشي كان حياته كامله ضربه في الزيرو. عيب عيب الانسان يشوف هاد الحاله هادي وعنده ما قدرش يعاون. عيب حيت الدنيا دوار تقدر واحد النهار غيجي وغطيح في نفس المشكل ديالو ولا اكثر من المشكل ديالو وغتقول وياك انت كتفرج داك السيد كتفرج فيه كان باغي يمشي له الدار وباغي يمشي وانا غير كتفرج. وكان عندي في الاستطاعه ديالي نعاونو وما عاونتوش ونهار غطيح في نفس المشكل حتى شي واحد ما غيعاونك حتى شي واحد ما يوقف معاك حيت الدنيا دوار اليوم عليا وغدوه عليك. عاونوا باش ما قديتي في الاستطاع تعاونوا ماديا عاونوا ماديا معنويا عاونوا معنويا قد دير له لايك اللي لايف ديالو بارطاجيهم هذا حتى هو راه دعم. نتمنى الرساله تكون وصلت غنخلي لكم يعني الكونت ديالو الحساب الحساب البنكي ديالو وداكشي كامل والبايبل ديالو هذيك غادي نخلي لكم يعني في صندوق الوصف وغنخلي لكم في اول كومونتير الاخوان. الله يرحم لكم الوالدين اللي في الاستطاع ديالو يعاون داك السيد يعاون في سبيل الله كلشي في سبيل الله اي حاجه درتيها ديرها في سبيل الله. وشكرا لكم بزاف تحياتي الله يسهل على الجميع.